كلمات اول مره تسمعها عن ظاهره الطلاق الحقيقه اخي الحبيب ظاهره الطلاق كثرت جدا جدا في الاونه الاخيره وكثير من الازواج محتارون كل واحد يلقي اللوم على الاخر فالزوج يتهم الزوجه بانها السبب والزوجه تتهم الزوج بانه هو السبب ولكن للاسف في معظم الحالات كلاهما مخطئ. طيب النبي عليه الصلاه والسلام كيف عالج هذه الظاهره؟ لماذا لم تنتشر ظاهره الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا انتشرت فقط في العصر الحديث؟ ما هي التعليمات التي جاء بها هذا النبي الكريم واثرت على الناس؟ يعني اليوم المحاكم تمتلئ بالمشاكل الزوجيه والاسريه وكل القوانين التي وضعها البشر لم تعالج هذه المشكله بل فاقمت المشكله طيب هل هناك قوانين وضعها القران وكذلك انبا عنها النبي عليه الصلاه والسلام مهمه هذه القوانين ان تحافظ على الاسره هذا هو اخي الحبيب ما اردت ان اقوله لك اليوم سواء كنت متزوجا وكنت سعيدا في زواجك او كان لديك مشاكل في هذا الزواج او كنت غير متزوج النصائح هذه يجب على كل واحد منا ان يعلمها، لانها اولا عباده لله. نحن عندما نستمع لايه قرانيه او حديث نبوي هذا عباده لله سبحانه وتعالى. ناخذ الاجر عليه. رقم اثنين نحن مطالبون ان نوسع معلوماتنا عن نظره الاسلام للحياه الزوجيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان ناجحا في زواجه لا شك فقد تزوج مرارا ولم يكن لديه تلك المشاكل التي تذكر كانت امور بسيطه جدا ويعالجها بسهوله عليه الصلاه والسلام طيب لماذا نحن يجب ان نقتدي به كيف كان ينظر النبي عليه الصلاه والسلام الى المراه كيف كان يعاملها طيب تذكرون معي اخر وصيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجه الوداع حيث اوصى بالنساء اوصى بالطرف الاضعف لان عيناه الشريفتان كانتا على الطرف الاضعف لانه جاء من اجل المظلومين من اجل الضعفاء من اجل الفقراء فقال عليه الصلاة والسلام في وصية يجب أن نفقهها أيها الأحبة لا مجرد أن نسمعها ونمشي استوصوا بالنساء خيرا والوصية موجهة لك أيها الرجل فالمسؤولية تقع عليك بنسبة مئة بالمئة يعني هنا النبي دقيق في كلامه لم يقل للنساء استوصين بالرجال خيرا، لا قال للرجال خاطب الرجل وضعه في مكان المسؤوليه تماما، انت مثل عندما تكون مثلا صاحب شركه تأتي لقسم فيه خلل فتقول لمدير القسم <applause> أنت مسؤول عن هذا الخلل مثلاً. فتحمله المسؤولية مع العلم أن لديه مئات العمال. لديه الكثير من الموظفين ولكن هو يتحمل كونه هو القائد. فأول شيء يجب أن تعتبر نفسك أخي الحبيب، أنت الرجل فأنت القائد ولكن مفهوم القيادة ليس هو السيطرة كما يُظَن. أو كما نرى في المسلسلات التي خربت عقول الأزواج للأسف ونحن تحدثنا عن دراسة علمية أن كثير من حالات الطلاق التي تقع في الغرب سببها مشاهدة الأفلام الرومانسية لأن المخرج يضع للمرأة صورة مثالية غير موجودة في الواقع فيتخيل الرجل أن هذه المرأة موجودة ويبدا بطرح الاسئله لماذا زوجته لا تقوم بهذا الدور؟ لان هذا الدور خيالي غير غير منطقي وغير موجود في الواقع، وبالتالي هنا تبدا المشاكل عندما يبحث الزوج عن بديل يشبع هذه العاطفه، وتبدا الخيانه الزوجيه وتبدا العلاقات خارج الاسره وتبدا معها المشاكل. النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا مجموعه احاديث اولها استوصوا بالنساء خيرا يا هل ترى اذا جاء شخص انت تحبه نحن ندعي اننا نحب النبي ولكن للاسف حب كاذب، حب وهمي صدقني ايها الزوج انت عندما تؤذي زوجتك انت تكذب على النبي انك تحبه لان هذا النبي هو انت تدعي انك تحب النبي وهو يقول استوصي بزوجتك خيرا طيب وانت لم تطبق هذه الوصيه اذا انت اولا خالفت امر النبي وانت لا تحب النبي وانت لا تريد أن تطبق تعاليم النبي، لذلك يستلمك الشيطان. ومن من الأعمال العظيمة التي تقوم بها الشياطين هي التفريق بين المرء وزوجه. وإبليس يقرب إليه ويدني إليه من الشياطين من هو أكثر تفرقة بين الأزواج. لذلك اول حديث يجب ان تضعه في راسك استوصوا بالنساء خيرا كلما ازعجتك زوجتك تذكر حديث النبي قل حبيبي عليه الصلاه والسلام اوصاني ان اهتم بهذه المراه ان اكرمها استوصوا بالنساء خيرا مفهوم عميق جدا يتضمن الخير يتضمن الكرم يتضمن الصبر يتضمن آه الموده، المحبه، المعامله الحسنه. الخير يتضمن ان تعفو عنها. الخير يتضمن ان تحب لها الخير والا ما ماذا يعني استوصوا بالنساء خيرا؟ هذه النظرة أخي الحبيب يجب أن تغرسها في دماغك. بالمقابل أنا لدي آية قرآنية يجب أن أقرأها لأنها تتوافق وتنسجم وتتناغم مع هذا الحديث. الله عز وجل أيضا وضعك أيها الزوج موضع المسؤولية. وأنا طبعا بعد هذه الآية سأقول لماذا اختار الله الزوج وليس الزوجة، لماذا الخطاب للزوج وليس للزوجة؟ لأن تركيب دماغ الزوج والخصائص التي يتمتع بها الرجل تختلف عن الخصائص والتركيب الدماغي للمرأة وتركيب القلب والعواطف والمشاعر وغير ذلك. وبالتالي الرجل هو الذي ينبغي عليه أن يأخذ المبادرة ينبغي عليه أن يأخذ دور القائد بالحب وليس بالضرب والشتم والسيطرة. القيادة أخي الحبيب أن تقود قلب زوجتك لا أن تجبرها على فعل شيء هي تكرهه، أي رجل يستطيع أن يفتري على امرأته ويجبرها على فعل أي شيء، ولكن أنت لم تحقق القيادة والقوامه التي ارادها النبي عليه الصلاه والسلام. الايه الكريمه ماذا تقول لكل زوج؟ تقول وعاشروهن بالمعروف سبحان الله هنا الخطاب للزوج يعني القران لا يوجد فيه خطاب للمراه مثلا ايتها النساء عاشرن ازواجكن بالمعروف هذا غير موجود في القران. الخطاب دائما للرجل لانه هو الذي يجب ان يبادر هو الذي يجب ان ينظم هو الذي يجب ان يعفو ويتسامح لان الله خلقه قادر على ذلك المراه خلقت وجبلت من العاطفه والعاطفه سريعه التقلب وسريعه التغير وسريعه الغضب اذا انت ايها الرجل ينبغي أن تطبق هذه الآية، ما هي الآية؟ وعاشروهن بالمعروف، طيب أنا كلما انزعجت من زوجتي أو حدث موقف يدعوني للغضب أتذكر هذه الآية فأقول وعاشروهن بالمعروف، طيب من الذي يقول لي؟ هذا فعل أمر، عاشروهن فعل أمر، من الذي يأمرني؟ الله الذي خلقني ورزقني ومصيري بيده ومرجعي اليه وبيده ان يعذبني او ينعمني بيده ان يرزقني او ان يبتليني بيده ان يكشف عني الضر او يصيبني بضر كل شيء بيد هذا الاله العظيم هو الذي يقول لي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لاحظ معي هذا هذا التركيب العجيب أخي الحبيب خيرا كثيرا. هذه العبارة خيرا كثيرا لو بحثنا عنها في القرآن كله نجدها مرتين فقط. وهذا له حكمه مره مع النساء. يعني كان الله يريد ان يقول لك: اياك ان تزعج هذه الزوجه او تقسو عليها. مهما شاهدت منها ما تكره، مهما صدر باستثناء الفاحشه طبعا، هذا موضوع اخر. نحن نتحدث ضمن العلاقات الزوجيه وما يصدر من اخطاء. مهما صدر منها من خطا فعليك فعل امر وعاشروهن ليس باختيارك انت مامور بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الخير الكثير ورد مرتين مره هنا مع النساء فيهن خير كثير، يعني الله يقول لك هذه الزوجه التي انت الان تكره منها هذا السلوك او هذا التصرف فيها خير كثير، انت لا تراه ولكن الله يعلمه. طب المره الثانيه اين ورد الخير الكثير في القران؟ ورد في قوله تعالى: يؤتي الحكمه من يشاء. يعني الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة هي من الأعلى من العلم، هي هي نوع من أنواع العلم العالي جدا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني الحكمة هنا والنساء هنا. الحكمة فيها خير كثير والنساء فيهن خير كثير. بالله عليكم انا هنا قبل ان اتابع فقط كلمة لابد ان اوجهها للعلمانيين والملحدين والذين ينتقدون القرآن ويقولون ان القرآن أهان المرأة، هل هذه إهانة للمرأة بالله عليكم؟ كتاب يقول لك مهما كرهت المراه ستجد فيها الخير الكثير. هل هذا يقلل من شان المراه ام يعلي من شانها؟ ما لكم كيف تحكمون؟ طيب انا عندما ادرك ان الله هو المتحدث الله هو الامر لابد اذا كنت مؤمنا لابد ان اقول سمعنا واطعنا. فابدا ادرب نفسي على الصبر والتحمل والاستيعاب لانك اخي الحبيب انت كزوج دماغك دماغ الرجل اكبر من دماغ المراه بحدود 15%. اذا الله تبارك وتعالى عندما وضع الرجل في مكان المسؤوليه هو اعلم بما خلق. ويعلم تركيب دماغ الرجل ويعلم كيف ان الرجل هو الاقدر على قياده هذا البيت. طيب هنا اخي الحبيب حديث للنبي عليه الصلاه والسلام يقول فيه ان النساء يكثرن اللعن ويكفرن العشير. والحديث هذا تم انتقاده من قبل المشككين والملحدين كثيرا. يعني واعتبروه اهانه للمراه، مع العلم اننا لو فهمنا الحديث نجد ان فيه اكراما للمراه، كيف؟ انت عندما ياتي شخص انفعالي انفعالي سريع الغضب ويلقي اليك بكلمه اكيد لن تعامله او لن يكون رد فعلك مثل رد فعلك تجاه رجل هادئ ومتزن، صحيح؟ اذا هذا الحديث اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول لك ان المراه عاطفيه تكثر اللعن سريعه الغضب تنفعل بسهوله يكفرنا العشير تنسى احيانا فيجب ان تهدا وتعاملها برفق يعني لا تعاملها وكانها مخلوق مثالي لا يجب ان تتحمل وتصبر لكي تستمر الحياه وصدقني اخي الحبيب ان تتحمل اذى الزوجه وتتحمل الانفعالات وتتحمل الكثير من المشاكل وتصبر وتعفو وتكرم افضل بمليون مره من ان تقطع هذه العلاقه وتدمر هذه العلاقه بالطلاق وتشريد للعائله، تشريد للاطفال، ما يترتب على ذلك من اثار اكبر بكثير مما ستتحمله. طبعا هذا الكلام ينطبق على المراه ايضا لان هناك بعض الرجال سيء الخلق سريع الغضب سريع الانفعال المراه ينبغي عليها ان تصبر وتتحمل وتدرك ان الموت قريب. فإذا تعامل الطرفان بهذا الأسلوب ستجد أن الحياة جميلة ومستقرة وتستمر وهذه المشاكل تعمل مثل طاقة محركة للحياة لأن الحياة من دون مشاكل كئيبة مظلمة خامدة المشاكل تعطي حيوية ومعنى للحياة لذلك انت عندما تستوصي بهذه المراه خيرا تتحمل بعض الاخلاق التي انت تكرهها وتتذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام لابد اولا ستاخذ ثواب هذا الصبر انا الان اخي الحبيب ساوجه الكلام للزوج والزوجه معا كلما صبر احدهما على الاخر رفع الله درجاته عنده الى اعلى درجه. نتيجه الصبر هو الجنه. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يجب ان تضع هذه الايه في ذهنك. لماذا نبي عليه الصلاه والسلام نجح في حياته الزوجيه؟ لان هذه الايات كانت كانت في في فكره وكانت في قلبه وكانت في ذاكرته فاي موقف يتعرض له كان يتذكر هذه الايات يتذكر قيمه الصبر يتذكر كم ثواب الصابر عظيم جدا عند الله ان تدخل الجنه بغير حساب فاذا تذكرت الزوجه هذه القاعده صدقوني ستصبر مئة ضعف ما تصبره الآن فقط أن تتذكر الموت وتتذكر لقاء الله الفائدة الثانية يا أخي الحبيب العفو من أسماء الله العفو ونحن أمرنا أن نقول في ليلة القدر ندعو ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فالله يحب العفو فانا عندما اعفو عن زوجتي وزوجتي تعفو عني الله يحب هذا السلوك نحن دخلنا في محبه الله <applause> لاحظت اخي الحبيب آه الفائده الثالثه مجرد انك تطبق تعاليم النبي عليه الصلاه والسلام هذا فيه الثواب واجر وهو طاعه للنبي الله سبحانه وتعالى يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول فهذا امر من الله ان نطيع الرسول فالرسول قال لنا استوصوا بالنساء خيرا يجب ان نستوصي وكانها امانه ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام شبه المراه بالضلع بالضلع الذي هو يعني الضلع المنحني هكذا هذا مثلا هذا الضلع اذا ذهبت تقيمه كسرته واذا تركته لا زال اعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا يعني اراد ان يقول لك ان المراه لها خصوصيه تختلف عن الرجل والعلم الحديث يقول ذلك العلم الحديث يؤكد ان المراه تختلف تماما عن الرجل في ردود افعالها في مشاعرها في عواطفها المراه تستطيع ان تتحمل في مجال تربيه الاولاد ثمانيه اضعاف الرجل النوبات القلبيه نادرا ما تصيب المراه على عكس الرجل لان قلبها يتحمل الاجهادات اكثر من الرجل بكثير لانها تربي الأولاد تقوم بأعمال منزل تعتني بزوجها تعتني بأولادها فلها مهام خلقها الله لتقوم بمهامها على أكمل وجه فأنت لا تعترض على طريقة خلق النساء الله خلقهن كذلك ووضح لك النبي عليه الصلاة والسلام أنك تتعامل مع مخلوق مختلف عنك يحتاج للرعايه يحتاج للاهتمام يحتاج ان تستمع له يحتاج ان تداريه ان تكرمه مخلوق مميز فاذا ما اعتبرت اخذت بهذه الاعتبارات صدقني لن يكون هناك مشاكل ستصبح المشاكل تافهه جدا انظر معي اخي الحبيب الى معظم حالات الزواج الناجحه. حالات الزواج الناجحه اذا دخلت تجد ان الزوج والزوجه يراعيان هذه القواعد. واذا درست حالات الطلاق التي دمرت العلاقه الزوجيه سوف تجد ان الزوج والزوجه لم يراعيا هذه القواعد. لذلك كلمة أخيرة أخي الحبيب أقول لك كما قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والله هذه الآية تكفي أن تتذكرها كلما حدثت مشكلة تذكر هذه الآية وسوف تعالج أكبر مشكلة زوجية بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.